تامر حسني يوقف التصوير بسبب فتاة عارية. لن تصدقوا ماذا فعل لحظة رؤيتها. تصدر الفنان المصري تامر حسني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول مواقع إخبارية معلومات تفيد بأنه أوقف التصوير بسبب فتاة بدون ملابس. دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه غير. وفي التفاصيل، وبحسب ما ورد في عدد من هذه المواقع، فقد اضطر تامر حسني إلى قطع تصوير أحد مشاهده في الفيلم الذي يقوم بتصويره لنجدة شابة تعرضت لنزع ملابسها في حادث عرضي. فوجئ طاقم عمل الفيلم بصراخ حسني مطالبا بإيقاف التصوير ليهرع إلى تغطية الشابة بنفسه بعد سقوط ملابسها جراء تمزقها بعدما علقت بأحدى الآلات. وحرص الفنان المصري على تأمين عربة كرفان للشابة بشكل سريع من أجل المكوث فيها ريثما تصلح أمورها ويتم إحضار ملابس أخرى لها. من جهة أخرى، تأثرت تالية ابنة الفنان المصري تامر حسني بعد تعرض والدها للخطر خلال حفله، ونشرت تالية مقطع فيديو من حفل والدها الذي قام فيه بالطيران معلقا بالأحبال ليصل إلى كل جماهيره، ووجهت من خلاله رسالة له لتعبر عن إعجابها الكبير بكل ما يفعله. كما علقت تالية على الفيديو قائلة: اعتاد والدي أن يقول لي دائما من الجيد أن تكوني ناجحة، ولكن من الأفضل أن تثبتي أنك مميزة بين الأشخاص الناجحين. لم أفهم هذا وأنا صغيرة، ولكن عندما شاهدت هذا الفيديو أدركت كل ما كنت أفتقده طوال الوقت. الآن أدعو لنفسي ولإخوتي أن تصبح مثلك يوما ما. أحبك يا بطلي الخارق. ومن جانبه رد تامر على ابنته كاتبا: أنا عايش عشانكم يا توتا، وحفضل جنبك وجنب أختك وأخوك لحد ما موت، وحعمل كل حاجة في الدنيا عشان تبقوا أحسن مني مليون مرة بإذن الله رب العالمين. وكان تامر حسني قد أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه الغريب الذي قام به خلال حفله في القاهرة، إذ أقدم على المخاطرة بحياته خلال حفله الغنائي في زد إيست، حيث شارك مع متابعيه على حسابه على إنستغرام مقطع فيديو له وهو معلق في السماء على ارتفاع 120 مترا يحلق فوق رؤوس الجماهير من بداية المسرح حتى نهايته، ما يعد خطرا على حياته، خاصة وأن هناك العديد من النجوم ممن سقطوا أرضا بسبب خلل في معدات التثبيت. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.